هذه غلم الدرمون، احنا سكان الدرمون وهاك تشوف هذا ميزة غلم الدرمون لانها ارض مرية، ارض صالحة للاغلام. اللحم نتاعها من اعلى طراز هنا في منطقة الشرق وفي الجزائر، يجوها من كل الوطن، عبر الوطن يجوا للسوق الشرعي على جل لحم الدرمون. نوعية ذكية ونوعية مليح، هذه هي سلعة الدرمون، يسموها أرض مرية، الشجرة نتاعها مالحة، اللحم نتاعها خاطي الأمراض. في زقيت الرطم من ثم هو يجي. أنا من الصباح ندور ما شريتش، بصح هي تجول السلعة راهي تتيح منها، بصح السوم هاكا وبكا. نشري منها من الشريعة، المال تاعها مسارح ومال مليح تاع الشريعة. تشري من هنايا في الغلام تاع المنطقة هذه، لأن ملاح، حتى القوة تاع اللحم تاعها باهي.